اليوم يمكن القول بأن مع الأسف الحكومة بالسياسة التي تنهجها فهي تغذي هذه الأزمة وهذا الشك، وشفناها في عدة محطات في عدة أزمات. السياسة المتبعة هي سياسة لا استباقية، هي سياسة لا إنصات، هي سياسة لا حوار، هي سياسة لا التواصل المسؤول والعمل على تقديم حلول ترقيعية بل إطفائية في بعض الأحيان بعد فوات الأوان. واليوم يمكن القول بأن عندنا شعور أن الحكومة الحالية فهي كنعتبروا بأن بحال استسلمت للأمر الواقع، بل أنها تتهرب من المسؤولية. وحنا تنشوفوا في عدة محطات، ماشي حنا ما خلوناش، واخيرا مع التجار، ماشي انا، هو هذا هو الواقع اللي تنشوفوا فيه. وبدينا كذلك وسمعناه مؤخرا في مجلس المستشارين، تنسمعوا الحكومه بدات رجعت الاسطوانه ديال العام زين، بان المغاربه ما تحسوا باي احباط، بان المغاربه ما تحسوا باي ياس، وبان اليوم كاين اطمئنان والناس مرتاحه والحمد لله، والاغلبيه ما فيها حتى مشكل، والحكومه منسجمه. حقيقه واش هذا خطاب مسؤول؟ واش هكذا غنسترجعوا الثقه المواطنين، غيسترجعوا الثقه في الحكومه؟ هل هذه هي لغه الحقيقه باش يمكن الواحد يتكلم مع المواطنات والمواطنين باش يعاودوا ينطلقوا من جديد؟ اليوم نحن بحاجة إلى سياسة جديدة، وهذا ما يؤكد عليه حزب الاستقلال، ودعونا إلى ذلك يوم 11 يناير. طلبنا من الحكومة أنها تراجع نفسها، طلبنا من الحكومة أنها تراجع البرنامج الحكومي باش نخرط في النموذج التنموي الجديد اللي دعا إليه جلالة الملك. لأن حنا في حزب الاستقلال تنعتبروا بأن السياسة تنطلق من لغة الحقيقة، لأن حنا في حزب الاستقلال تنعتبروا بأن السياسة هو بعد الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين، خصوصا الشباب اللي تهاجروا يوميا، خصوصا النساء التي تعاني يوميا من عدة إشكاليات ومن بينها الولوج إلى الشغل. أن السياسة بالنسبة إلينا وهو تقديم البدائل، تقديم الحلول قابلة للتنفيذ. السياسة بالنسبة إلينا وهو الانفتاح والاستماع والإنصات والإشراك والعمل كذلك على إبداع بكيفية تشاركية الحلول المنجية التي ستمكن من الخروج من الأزمة ومن مواجهة هذه التحديات. السياسة كذلك وهو تجعل بالنسبة إلينا وهو جعل المواطن شريك، شريك. ما نساوش بأن هذه أكثر من سنة وجاءت الملك دعا إلى حوار وطني حول النموذج التنموي الجديد. أين هو الحوار؟ أين هو الحوار؟ أين هو تصور الحكومة في هذا المجال؟ اليوم بالنسبة إلينا كذلك كحزب سياسي نعتبر بأنه من الضروري كذلك أن تكون هنالك سياسة واقعية، سياسة لها عمق ترابي وتمكن كذلك من إدماج كل الجهات وكل المناطق في مملكتنا العزيزة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم.
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.